بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي 9 حلقات مادة الآفات الزراعية المقررة على جميع التخصصات. احنا أخدنا قبل كده تعريف الآفة وقلنا هي أي كائن حي بيضر بالإنسان وممتلكاته، وقسمنا الآفات إلى 3 أقسام رئيسية: آفات نباتية أو آفات حشرية أو آفات حيوانية. وقسمنا الآفات الحشرية أيضا إلى 3 أقسام رئيسية على حسب عدد العوائل التي تصيبها. قلنا في آفات بتبقى وحيدة العائل زي باقي القصب الدقيقي، أو محدودة العوائل زي الساقبات وديدان اللوز، أو متعددة العوائل زي الجراد ودودة ورق القطن وغيرها من الآفات متعددة العوائل. وبعد كده بدأنا ندرس أهم الأعراض اللي بتسببها، الأعراض المرضية أو مظاهر الإصابة اللي بتسببها الحشرات ذات أجزاء الفم القارض. خدنا منها دودة ورق القطن وديدان اللوز والحفار وآفات الحبوب والمواد المخزونة، وخدنا الآفات أو مظاهر الإصابة بالآفات التي تتغذى بامتصاص عصارة النبات. خدنا منها الحشرة القشرية السوداء والذبابة البيضاء والمن والتربس، وبعد كده خدنا الحشرات ذات الطابع الخاص. قلنا صناعات الأنفاق في الأوراق، خدنا منها نخرات أوراق الفول وذبابة البنجر، أو صناعات الأنفاق في الأخشاب اللي هو النمل الأبيض. وبعد كده بدأنا ندرس أهم مظاهر الإصابة بالآفات الحيوانية، خدنا منها الأقرصات والنيماتودة. وبعد كده بدأنا نتطرق لدراسة الأضرار اللي بتسببها الآفات سواء كانت للنباتات أو للإنسان والحيوان، اللي احنا بنقول عليه الحشرات الطبية والبيطرية أو للحبوب والمواد المخزونة. وبعد كده بدأنا ندخل في كيفية إجراء عملية حصر للآفات، خدنا أغراض الحصر وطرق الحصر وأهمية حصر الآفات. وبعد كده بدأنا ندرس كيفية تقدير نسبة الإصابة بالآفات المختلفة، وعرفنا يعني إيه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة. قلنا هو الكثافة العددية للآفة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة. وبعد كده بدأنا ندرس في الباب الثاني اللي هو طرق المكافحة المختلفة، خدنا طريقتين رئيسيتين اللي هي المكافحة الطبيعية، قلنا كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مكافحة الآفات دون تدخل الإنسان، وعرفنا يعني إيه نظرية التوازن الطبيعي، إنه الآفات وأعدائها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حالة توازن عددي. وعرفنا أسباب خلل نظرية التوازن الطبيعي: استعمال المبيدات، تدخل الإنسان، وتقدم وسائل المواصلات. وخدنا بعد كده عناصر المكافحة الطبيعية، قلنا بتنقسم لقسمين: عناصر حية وعناصر غير حية أو حيوية وغير حيوية. في العناصر الحيوية أو الغير حية الأول خدنا منها العوامل الجوية وعوامل الطبوغرافية أو الجغرافية وعوامل التربة والغذاء. وبعد كده خدنا العوامل الحية، قلنا بتتمثل في المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض المختلفة. وبدأنا ندرس بعد كده المكافحة التطبيقية، وقلنا هي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في مقاومة الآفات أو تقليل ضررها بواسطة الإنسان، يعني الإنسان هو اللي بيعملها. خدنا منها المكافحة التشريعية، قلنا هي مجموعة القوانين التي تسنها أو تصدرها أو تشرعها الدولة بهدف تقليل نسبة الإصابة بالآفات أو منع انتقالها من مكان مصاب إلى مكان سليم. وعرفنا أهم القوانين التشريعية في جمهورية مصر العربية التي تم إصدارها، وقلنا الأسئلة فيها بتيجي أكمل أو بتيجي في صورة علل. وبعد كده خدنا المكافحة الزراعية، قلنا هي عبارة عن عمليات بيقوم بها المزارع بهدف زراعة أرضه، إذا أجراها بطريقة صحيحة وفي ميعادها المناسب
وبالكيفية الملائمة لتقليل الإصابة بالمسببات بالآفات الحشرية أو الحيوانية أو النباتية، حتى ده بيؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بالآفات. بعد كده بدأنا ندرس المكافحة الميكانيكية، وقلنا هي كل طرق المكافحة التي تستخدم بعد حدوث الإصابة وليس قبلها، وخدنا منها عوامل كتيرة جدا. وبعد كده خدنا المكافحة الحيوية أو بنقول عليها البيولوجية، تعتمد على استخدام كائنات حية في القضاء على الآفات الضارة زي المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض والحيوانات والطيور. وبعد كده بدأنا ندرس المكافحة الكيماوية، وقلنا دي بتحتل مصدر الصدارة أو مركز الأول في عمليات المكافحة، نظرا لأن هي سرعة تأثيرها وسهولة تنفيذها وبقاء فعاليتها لفترة طويلة. وخدنا الشروط الواجب توفرها في المهلك الحشري الجيد، وقسمنا المهلكات الحشرية لأكثر من قسم على حسب طريقة دخولها جسم الآفة، وعلى حسب طبيعة تأثيرها على الآفة، وعلى حسب تركيبها الكيماوي. وبعد كده بدأنا ندرس أهم طرق الحديثة في المكافحة، قلنا استخدام البكتيريا الممرضة واستخدام النماتودة الممرضة واستخدام منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ، وخدنا بدائل المبيدات وعرفنا أهم مميزاتها وهي أهم بدائل المبيدات المستخدمة. وبعد كده بدأنا ندرس عمليات الرش والتعفير، وقلت لكم الشروط الواجب مراعاتها عند إجراء عملية الرش وأنواع الرش، سواء كان رش بالحجم الكبير أو المتوسط أو الحجم الصغير أو الرش بالحجم فوق الدقيق. وعرفنا آلات الرش، وأيضا عملية التعفير تعتمد على استخدام المساحيق المبيدات في عملية المكافحة أو عملية المقاومة. وعرفنا برضو أهم آلات الرش المستخدمة وشروط إجراء عملية الرش. قلنا أهم حاجة إنه يجرى في الصباح الباكر قبل تطاير الندى، علشان ده بيعمل على التصاق أكبر كمية من المبيد بالسطح المعامل. وبدأنا ندرس بعد كده الطرق أو الاتجاهات الحديثة في المكافحة، وقلنا بتعتمد على استخدام المواد الطاردة والمواد الجاذبة ومناعات التغذية، وأيضا المصائد المختلفة واستخدام التسميد الأخضر وزراعة أصناف مقاومة واستخدام نظام الإنذار المبكر والاستشعار عن بعد. ودرسنا برضه في الجزء المكافحة الكيماوية اللي هي صور التجهيزات المختلفة للمبيدات، سواء كانت مساحيق أو مساحيق قابلة للبلل أو غيرها من أنواع صور التجهيزات. وعرفنا أيضا أهم المواد المساعدة التي تضاف للمبيدات لزيادة تأثيرها وزيادة بقائها لفترة طويلة على المحصول أو على النبات المعامل، ولتقليل ضررها على النبات أو على المحصول خدنا منها المواد المبللة والناشرة والمواد اللاصقة وأيضا المواد الموازنة والمواد المنشطة. كل دي مواد بتضاف لمستحضرات المبيدات لزيادة تأثيرها وحسن توزيعها وبقاء فعاليتها لفترة طويلة. وبدأنا نتطرق بعد ذلك لدراسة المكافحة المتكاملة اللي هي الـ IBM Integrated Pest Management، وعرفنا يعني ايه مكافحة متكاملة. وقلت لكم تركزوا على التعريف، هو الاستخدام المتوازن لجميع الطرق الزراعية والبيولوجية والكيماوية التي تتوافق مع البيئة والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوى اقتصادية والتي تجرى بهدف تقليل أعداد الآفة دون الوصول إلى مستوى الضرر الاقتصادي. وعرفنا أهم عناصر المكافحة المتكاملة اللي هي الوسائل الوقائية والتتبع والاستكشاف وتحديد وسائل المكافحة وتقييم أوضاع الآفة. وقلنا بعد كده أسس نجاح المكافحة المتكاملة. وفي الباب الثالث بدأنا نتطرق لدراسة أهم الآفات اللي بتصيب المحاصيل المختلفة اللي هي ذات أهمية اقتصادية. خدنا أول حاجة الحشرات العامة
اللي هي الجارات بانواعه والنطاط والحفار والدوده القلبه من حيث الوضع التقسيمي واعراض الاصابه والحد الاقتصادي الحرج للاصابه وطرق المقاومه والعلاج. بدانا ندرس بقى الافات اللي بتصيب المحاصيل الحقليه، خدنا افات القطن في طور البادره وفي طور النمو الخضري والثمري وفي طور المجموع النمو الخضري والثمري، وبعد كده بدأنا ندرس آفات القمح والشعير وآفات الأرز وآفات القصب والذرة، وقلنا نركز على الثاقبات وبق القصب الدقيقي والجعل ذو الظهر الجامد. وبدأنا ندرس بعد كده آفات الأرز، وقلنا نركز على حشرة هاموش الأرز، وآفات القمح قلنا نركز على دبور الحنطة المنشاري. وبدأنا ندرس بعد كده آفات اللي بتصيب المحاصيل البقولية وآفات الحبوب والمواد المخزونة. قلت لكم تركزوا على المقارنة اللي موجودة بين سوسة الأرز وسوسة المخزن وأيهما أخطر، وقلنا الأخطر سوسة الأرز للأسباب اللي احنا درسناها مع بعض. وبدأنا ندرس بعد كده في بداية الترم الثاني اللي هي آفات الموالح والآفات اللي بتصيب أشجار الفاكهة زي ذبابة الفاكهة واللي بتصيب أشجار النخيل، قلنا نركز على سوسة النخيل الحمراء. وآفات اللي بتصيب أشجار الموز قلنا نركز على من الموز لأنه بينقل مرض خطير جدا لأشجار الموز اللي هو تورد القمة في الموز. وقلنا بعد كده الآفات اللي بتصيب محاصيل الفاكهة عموما زي أشجار الحلويات زي حفارات الساق المختلفة ومن التفاح الصوفي أو الزغبي. وقلنا بعد كده الآفات اللي بتصيب أشجار الزيتون، وتطرقنا بعد ذلك للآفات اللي بتصيب محاصيل الخضر سواء كانت نباتات العائلة القرعية، خدنا الكنفساء القساء والكنفساء الحمراء، أو نباتات العائلة الباذنجانية، خدنا فراشة درانات البطاطس وقلت لكم تركزوا عليها جامد جدا من حيث الوضع التقسيمي وأعراض الإصابة ودورة الحياة وطرق المكافحة والعلاج، وحفار ساق الباذنجان. والآفات اللي بتصيب العائلة الصليبية خدنا من الصليبيات وأبو دقيق الكرنب، والعائلة الخبازية خدنا أبو دقيق الخبازي، والعائلة البقولية دودة قرون اللوبيا وذبابة الفاصوليا. وبعد كده خدنا الآفات اللي بتصيب أشجار الزينة أو نباتات الزينة، قلنا الجعال بأنواعها ومن الورد وبق الهبسكس الدقيقي. كده يبقى احنا خدنا كمية كبيرة جدا من الآفات الحشرية اللي بتصيب المحاصيل المختلفة. هنكمل في حلقة النهاردة أهم الآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية. تعالوا بينا نبدأ أعزائي الطلبة والطالبات حلقة اليوم، وبنستعرض فيها أهم الآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية. هناخد أول حاجة اللي هي خنافس القلف. خنافس القلف اللي عندي أربع أنواع من الحشرات هندرسهم مع بعض. أول حاجة اللي هي ألف سوسة قلف أشجار الخوخ المصرية. الوضع التقسيمي اسم الرتبة غمدية الأجنحة. خلي بالكوا زي ما أنا معودكوا، أي سوسة اي خنفسه اي جعال يبقى على طول وانت مغمض اسم الرتبه غمديه الاجنحه. نوع التطور تطور تام. الطول الدار قد يكون اليرقه او اليرقه والحشره الكامله او الحشره الكامله فقط على حسب ما يجيلك. نوع اجزاء الفم في الغالب معظمهم بيكون من النوع القارض، وعدد الاجيال بيتراوح من 1 جيل الى 4 اجيال او 5 اجيال على الاكثر. والعوائل انت تشوف اسم الآفة وبتصيب نبات ايه وتذكر العوائل. عدد الأجيال هنا جيل واحد في السنة، والعوائل الخوخ والمشمش والبرقوق والتفاح والزيتون. تعالوا بقى ناخد دورة الحياة. بتضع الأنثى البيض تحت القلف. ايه القلف ده يا أولاد؟ اللي هو قشرة الشجرة. بتحفر نفق مستقيم، وعلى جانب هذا النفق بتضع البيض، وبيفقس البيض عشان التطور تام الى يرقات. هذه اليرقات بتصنع انفاقا ثانويه، والانفاق بتكون متعامده مع نفق البيض، ثم بتحفر حجره مستديره تتحول فيها الى طول عذراء، ثم حشره كامله تعيد دوره الحياه.
النوع الثاني من خنافس القلف اللي هندرسها اللي هو سوسة قلف أشجار الخوخ الأوروبية، نفس اللي خدناه في المصرية. هو هنا بالظبط الوضع التقسيمي واحد، اسم الرتبة غمدية الأجنحة، نوع تطور تام، والطور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة والحشرة الكاملة، وعدد الأجيال 3 أجيال في السنة، والعوائل أشجار الحلويات والفواكه ذات النواة الحجرية. دورة الحياة، تضع الأنثى البيض تحت القلف أيضا على الأشجار المهملة والضعيفة، بيفقس إلى يرقات لها بيت شتوي تحت القلف، ثم تتحول إلى عذراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة. سوسة القلف أشجار الخوخ الأوروبية بيكون ليها مظاهر للإصابة. أول مظهر بناخده اللي هو وجود ثقوب كثيرة على الأفرع والبراعم، بيكون عليها إفرازات صمغية. 2، بتحفر الحشرات الكاملة في القلف الداخلي وطبقة الكامبيوم أنفاقا مستقيمة إلى أعلى وإلى أسفل. هناخد ثالث نوع من خنافس القلف اللي هي خنفساء قلف أشجار الفستق، اسم الرتبة غمدية الأجنحة، نوع تطور تام، وطور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة والحشرة الكاملة، وعدد أجيالها 3 أجيال في السنة، والعوائل اسمها خنفساء قلف أشجار الفستق، يبقى لازم تذكر أشجار الفستق وبعض الأشجار الخشبية. دورة الحياة أيضا، بتضع البيض في أنفاق تحت القلف، والبيض بيفقس إلى يرقات، واليرقات بتتحول إلى عذراء ثم حشرة كاملة. مظهر الإصابة والضرر، وجود ثقوب مستديرة بتشبه رش البندقية. أول ما تيجي لك دي في الامتحان رش البندقية، ما فيش في المنهج كله إلا دي، يبقى دي أعراض اللي بتسببها الآفة اللي هي اسمها خنفساء قلف أشجار الفستق. 2، موت الأشجار في حالة الإصابة الشديدة، وده شكل بيوريك الحشرة الكاملة اللي هي سوسة قلف أو خنفساء قلف أشجار الفستق. هناخد رابع حاجة والأخيرة في خنافس القلف اللي هي خنفساء قلف أشجار الزيتون. جدول هو يا ولاد الاختلاف في العوائل وعدد الأجيال عشان ما تقولش الكمية كبيرة عندي. اسم الرتبة غمدية الأجنحة مكررة، نوع تطور تام مكرر، طور الدار اليرقة والحشرة الكاملة مكرر، نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة، وعدد الأجيال 4 أجيال في السنة، والعوائل أشجار الزيتون. دورة الحياة برضو بسيطة جدا، بتضع الأنثى البيض في حفر فنجانية. إيه الفنجانية اللي إحنا خدناها في المنهج قبل كده؟ اللي هي حشرة التين الفنجانية، هي نفس الكلام، اربط بينهم وبين خنفساء قلف أشجار الزيتون. الكلمة دي مش موجودة في المنهج إلا في الحتتين دول بس. فنجانية الشكل على جانبي نفق البيض، بيفقس إلى يرقات، بتصنع نفق بزاوية قائمة على نفق البيض، ثم تتحول إلى عذراء في نهاية النفق، ثم حشرة كاملة تعيد دورة الحياة. هناخد النوع التاني من الآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية ومنتجاتها، ثاقبة الأفرع. ثاقبة الأفرع هناخد منها ثاقبة الأفرع السودانية، اسم الرتبة غمدية الأجنحة مكرر، نوع تطور تام، طور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة، عدد الأجيال 4 في السنة، والعوائل أشجار البونسيانا والبلوط والصنط العربي والفتنة وأشجار اللبخ. دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض في نفق البيض، بيفقس إلى يرقات، بتصنع نفق متعامد على النفق الأول، وكل يرقة بيكون لها نفق مستقل، تتحول بعد ذلك إلى عذراء في نهاية النفق، ثم حشرة كاملة تعيد دورة الحياة. النوع اللي بعد كده اللي هو ثاقبة الأفرع السودانية، هناخد مظهر الإصابة والضرر، موت الأفرع والأوراق وجفافها نتيجة الأنفاق التي تصنعها اليرقات والحشرات الكاملة. طب الأفرع يا ولاد بيحصل لها موت ليه، أو بيحدث لها موت ليه؟ لأنه الأفرع دي بتكون محتوية على الأسطوانة الوعية اللي هي عبارة عن أنسجة الخشب وأنسجة اللحاء. أنسجة الخشب اليرقات لما بتعمل فيها أنفاق بتدمر الجهاز الوعائي للنبات، وبالتالي بيحدث نقص في كمية الماء الممتص، وأيضا نقص في نقل الغذاء المصنع من الأوراق بعد إتمام عملية البناء الضوئي، وبالتالي النبات بيذبل وتجف الأفرع وقد يموت. 2، تحول محتويات الخشب إلى مسحوق ناعم. 3، سهولة
كسر السيقان نتيجة الأنفاق التي تصنعها الحشرة بفعل الرياح لأنها مجوفة من الداخل. هناخد بعد كده تاني نوع من ثاقبة الأفرع اللي هو ثاقبة أفرع التين الكبرى. في ثاقبة أفرع التين الكبرى عشان بس مش تنسوا، وثاقبة أفرع التين الصغرى زي ما خدنا زمان اللي هي دودة القصب الكبيرة ودودة القصب الإيه الصغيرة. بتصيب أشجار التين الضعيفة ودورة الحياة ومظهر الإصابة والضرر زي الحشرات اللي احنا خدناهم قبل كده اللي هي دورة الحياة بيضاء يرقة عذراء حشرة كاملة ومظهر الإصابة وجود ثقوب في الأفرع، وقد تجف الأفرع وتموت وتنكسر بفعل الرياح. النوع الثاني من ثاقبة الأفرع اللي هي ثاقبة أفرع التين الصغرى، مظهر الإصابة بتحفر في الكامبيوم في أشجار التين القوية والضعيفة الموجودة في محافظة اسكندرية وبتسبب موتها، وقطر الثقب الناتج عن اليرقات بيكون حوالي 2 ملي متر. النوع الرابع والأخير من ثاقبة الأفرع اللي هو ثاقبة النخيل أو حفار ساق الرمان أو حفار ساق القلف. بتصيب أشجار النخيل وأشجار العبل وهو العائل الرئيسي، ومنه تنتقل لتصيب المانجو والنخيل والعنب. مظهر الإصابة والضرر: واحد، بتحفر الحشرة في الجريد والعراجين وتسبب جفافها. العرجون يا ولاد اللي هو حوامل الثمار بتاعة البلح، والجريد اللي هي أوراق النخيل. تعالوا بقى ناخد تالت آفة من الآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية ومنتجاتها اللي هي حفار ساق الصمت. اي حفار ساق خدناه ما عدا حفار ساق التفاح، قلنا حفار ساق التفاح خرشوفية الاجنحة. حفار ساق الصنط هنا بقى رتبة تانية خالص اللي هي غمدية الاجنحة، نوع التطور تطور تام، الطور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع اجزاء الفم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة، وعدد الاجيال 4 اجيال في السنة، والعوائل اشجار الكازوارينا والتوت والصنط والتين والزنزلخت والفلفل. دورة الحياة: بتضع الأنثى البيض داخل شقوق الأفرع وجذوع الأشجار أو داخل أنفاق خروج الحشرات الكاملة، وبيفقس البيض إلى يرقات ثم تتغذى وتنسلخ وتتحول إلى عذراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة. 4، حفار ساق اللبخ. الوضع التقسيمي برضو زي حفار ساق الصنط والشنار واللبخ والمشمش، كل دي اسم الرتبة، غمدية الأجنحة، نوع التطور تطور تام، طور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم قارض في اليرقة والحشرة الكاملة، عدد الأجيال 4، والعوائل تذكر بقى اسم العائل اللي بيجي عندك. دورة الحياة: بتضع الأنثى البيض داخل شقوق القلف، بيفقس الى يرقات، هو التطور تام يبقى على طول بيضة يرق عذراء حشرة كاملة، بتحفر داخل القلف او الخشبة تتحول الى عذراء ثم حشرة كاملة بتعيد دورة الايه الحياة. حفار ساق العبل والاخير برضو زي حفار ساق اللبخ من حيث الوضع التقسيمي ومن حيث دورة الحياة. هناخد بقى الطرق المختلفة لمكافحة ناخرات الاخشاب. لو جالك في الامتحان تكلم باختصار عن الطرق المختلفة لمكافحة ناخرات الأخشاب، على طول بقى تذكر أنا عندي طرق وقائية وطرق علاجية. هناخد الأول الطرق الوقائية أو الطرق الواقية. أول حاجة العناية بالأشجار وتقويتها علشان يبقى في صعوبة في إجراء عملية الحفر. 2، عدم زراعة السيجة. طب حد هيقول لي يا دكتور إزاي أعمل عملية تقوية للأشجار؟ يبقى لازم ازود معدلات السماد الفوسفاتي والبوتاسي، لانه ده اللي بيعمل على زيادة صلابة الجذور الخارجية لأجزاء النبات المختلفة، مما يصعب من دخول مسببات الأمراض وأيضا الآفات المختلفة. 2، عدم زراعة السيجة يعني مصدات للرياح حول الحدائق من أشجار تكون قابلة للإصابة بحفارات الساق. 3، التخلص من الأفرع المصابة بالحرق والتقليم الجيد.
4 دهان جذوع الأشجار بالجير أو البلاستيك. 5 إجراء فحص دوري للأشجار. تعالوا بقى ناخد الطرق الميكانيكية اللي بتستخدم في مكافحة نخرات الأخشاب. أول حاجة سحب اليرقات بسلك معدني صلب. خدتها فين دي قبل كده يا دكتور؟ خدتها لما كنت بدرس المكافحة الميكانيكية لحفار ساق التفاح، وحفار ساق التفاح رائق الأجنحة. قلنا بيتم إمداد سلك معدني مدبب إلى فتحة النفق حتى نصل إلى اليرقات ونطعنها ونخرجها من الأشجار المصابة. 2 استخدام أجزاء خشبية كمصدات أو كمصائد للحشرات. 3 تقشير القلف لتعرية اليرقات لأنها بتبقى تحت القلف، يعني تحت قشرة الشجرة. 4 حرق الأفرع المصابة والتخلص من نواتج التقليم. هناخد الطرق البيولوجية المستخدمة في مكافحة ناخرات الأخشاب. ولما أقول لك طرق بيولوجية يعني بتعتمد على استخدام كائن حي ضد أو في صراع مع الكائن أو الآفة اللي عندي. أنا بستخدم هنا إيه؟ بستخدم بعض أنواع النيماتودة المتطفلة على الحشرات والبكتيريا الممرضة للحشرات، وأشهر نوع عندي من البكتيريا الممرضة للحشرات اللي هي البي تي أو بنقول عليه باسيلس سيريونيجينسيس. النوع الرابع اللي هو دهان أو المكافحة الكيماوية، بيتمثل في دهان الأشجار بمحلول السدال أو الباسودين. 2 الرش باستخدام السدال أو الباسودين بمعدل 300 سنتي لكل 100 لتر ماء. 3 استخدام مصاد الفرمونات لبعض انواع الحفارات مثل حفار ساق التفاح. يعني ايه فرمون؟ فرمون يا اولاد باختصار شديد جدا هو الحصول على مستخلص رائحة احد الافراد سواء كان الذكر او الانثى. طب انا خدت مستخلص الرائحة ده اللي بيفرزه احد الافراد في موسم معين او في وقت معين، سواء كان اوقات التجمع بنقول عليه فرمونات التجمع، سواء كان في وقت المشي بنقول عليه فرمونات المشي او فرمونات اقتفاء الاثر، او النوع الثالث اللي هو سواء في اوقات التزاوج بنقول عليه الفرمونات الجنسية. والفرمون بيبقى الفرمونات الجنسية بتبقى عبارة عن مستخلص رائحة الأنثى بيتم حقنه في قطعة من المطاط، ثم وضع هذه القطعة داخل مصيدة ودهان هذه القطعة الموجودة على اللوح الورقي المقوى بالغراء أو الصمغ، وبيوضع في أسفل المصيدة حوض به الماء ينجذب الذكور إلى مستخلص رائحة الأنثى وتدخل إلى المصيدة، إما أن تلتصق بالغراء أو الصمغ أو تسقط في الإناء المملوء بالماء، فيحدث أن تتجمع الذكور داخل المصائد وتكون الإناث خارج المصائد بدون ذكور وتضع بيض غير مخصب، مما يؤدي إلى حدوث في النسبة الجنسية ويتم كسر دورة الحياة. وده باختصار شديد جدا المقصود بكلمة فرمون، وإزاي أستخدمها كتطبيق عملي في مكافحة الآفة واستفيد منها. وده بيديني بستخدمها كمؤشر لتعداد الآفة أو أستخدمها كوسيلة من وسائل المكافحة الآمنة الصديقة للبيئة التي تعمل على حدوث توازن في النظام البيئي أو بنقول عليه الأيكولوجي. المكافحة بعد كده بستخدم الفرمونات لبعض أنواع الحفارات زي حفار ساق التفاح. تعالوا بينا ندرس بقى آفة خطيرة جدا وكلنا بنتعرض لها في البيوت، وخصوصا البيوت المهمل في إجراء نظافتها نظافة دورية، اللي هو النمل الأبيض. النمل الأبيض يا أولاد آفة خطيرة جدا بتصيب الأخشاب وقد تؤدي إلى حدوث خسائر بالملايين في مستودعات الأخشاب أو حتى في المنازل، عندما يكون لدينا قطع أثاث بالساء وليس بالسين غالية الثمن أو باهظة الثمن زي التحف أو القطع اللي هي بتبقى ذات طابع تاريخي أو طابع أثري. النمل الأبيض كان أحد العوامل الرئيسية في تحلل
وتلف العديد من توابيت المومياوات الملكية، وطبعا ده أدى إلى تلف العديد منها. النمل الأبيض يتغذى على أي مادة تحتوي على السليلوز، والسليلوز ما هو إلا كربوهيدرات أو سكر عديد. يبقى أنا عندي النمل الأبيض بيعيش زي النحل بالظبط، زي دبور البلح الأحمر، بيعيش في صورة تجمعات أو في صورة طائفة تتكون من ملكة خصبة وذكر وأيضا مجموعة من الشغالات. تعالوا ندرس الوضع التقسيمي للنمل الأبيض. اسم رتبة، وده الوحيدة اللي عندي، متساوية الأجنحة. نوع التطور، ناقص أو تدريجي. الطرد، الدار، أفراد الطائفة كلهم 3. نوع أجزاء الفم، قارد، وعدد أجياله 4، والعوائل. أي أشجار تيجي عندك بتحتوي على السليلوز اكتبها، كله هيبقى صح. بعض الصفات الحياتية للحشرة. الحركة بالنسبة للنمل الأبيض بتكون داخل أنفاق، والتغذية بتكون على مادة السليلوز، والمستعمرات بتعيش معيشة اجتماعية في تجمعات صغيرة أو كبيرة، عبارة عن ملكة بتضع بيض. قد يصل عمر الملكة يا ولاد ل15 سنة، وشغالات بيتراوح عمرها من 3 إلى 7 سنوات. بتقوم بتربية الصغار وحفر الأنفاق، وترعى الملكة أيضا، وتستخدم كجنود للحراسة. المستعمرة بتجدد نفسها باستمرار، ومصدر الحياة الماء الأرضي أو الماء الموجود في الأخشاب. وبيؤسس الطائفة ذكر وأنثى مجنحين، ولا يموت الذكر بعد التزاوج كما في النمل العادي. هناخد أنواع النمل الأبيض. بيتم تقسيم النمل إلى عدة أنواع على حسب مكان وطريقة المعيشة. أول نوع اللي هو النمل الأبيض الساكن للخشب الجاف أو الرطب. النوع التاني اللي هو النمل الأبيض التحت أرضي أو ساكن الأرض. النوع الثالث اللي هو النمل الأبيض الساكن للصحراء، وده بيكون في موجود في الأراضي الصحراوية. والنوع الرابع اللي هو النمل الأبيض الباني للتلال، والنوع الأخير اللي هو النمل الأبيض الباني للعشوش الكرتونية. تعالوا بينا ناخد دورة الحياة. بتبدأ الأفراد المجنحة اللي هي الذكور والإناث زي ما احنا قلنا اللي هي الملكات، من الخروج من الأنفاق، وخاصة عند نزول الأمطار. وبيحدث التزاوج بين الذكر الملك والأنثى الملكة، ويلازم الذكر الملكة ولا يموت بعد التزاوج كما في النمل العادي، ولسه واخدينها من شوية. بعد التلقيح بتبدأ الأنثى في وضع البيض لمدة 2 عامين، وفي العام الثالث تتحول إلى ملكة ناضجة بتضع البيض بمعدلات أعلى، وبتسيطر على الطائفة أو أفراد الطائفة بواسطة الفرمون الملكي بيعمل على ربط المستعمرة، وعمر الملكة قد يبلغ 15 عاما. في تغيرات بتطرأ على جسم الملكة المخصبة أو الملكة التي تحتوي على البيض. أول حاجة كبر حجم البطن. 2 كبر حجم القلب وطول الحبل العصبي وأنابيب ملبيجي. أنابيب ملبيجي دي أحد أو عضو الإخراج في الحشرات، أو يعتبر الجهاز البولي في الحشرات. اختفاء الأجسام الدهنية. 4 تآكل عضلات البطن وتتراخى وبيكبر حجمها. 5 زيادة في طول الأمعاء الوسطى وقصر الأمعاء الخلفية، ده بيدي مساحة أكبر لعملية امتصاص المواد الغذائية التي تحتوي على السليلوز. خلي بالكو في نوع من الأوليات يا أولاد بيعيش في معدة النمل الأبيض اللي احنا بنقول عليه الترمايتس معيشة تبادلية. النوع ده لو مش موجود في معدة النمل الأبيض لا يستطيع هضم السليلوز، ولذلك المعيشة بينهم بتكون معيشة تبادل المنفعة. تعالوا بقى ناخد حاجة احنا خدناها قبل كده، هي للتذكير وليس إلا، اللي هي مظاهر الإصابة والضرر بالنمل الأبيض. هناخد مظاهر الإصابة بالنمل الأبيض الغير تحت أرضي اللي هو نمل الخشب. الغير تحت أرضي يعني اللي بيسكن في الأخشاب. أول حاجة تساقط بودرة أو مسحوق خشبي خشن، ودي بتلاقوها في الأساس
بيكون في ثقوب وطالع منها نشارة خشبية. اتنين، وجود ثقوب في الخشب المصاب، وعند كسر الخشب بنلاحظ وجود كهوف وغرف بها براز الحشرة وناتج عملية الحفر. ودي صورة معانا بتوريكو، ادي النمل الابيض اللون بتاعه، وادي الفكوك القوية بتاعته اللي بتسمع في الليل عند السكون. بنلاحظ سماع لفكوك الحشرة التي تتغذى على الأخشاب، وده طبعا قرون الاستشعار زي ما انتم شايفين، ودي الأرجل السداسية. هناخد بعد كده النوع التحت أرضي اللي هو بيسكن في الأرض. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل على تهدم البيوت المبنية بالطوب اللبن اللي هو بيحتوي على التبن أو على أي قش الأرز المحتوي على السليلوز. اتنين، التصاق الأبسطة والحصر المفروشة بالأرض. تلاتة، تآكل الأخشاب الملاصقة للحائط مثل الدواليب. أربعة، تآكل الأرضيات المصنوعة من الخشب اللي احنا بنقول عليه الأرضيات الباركيه. وجود أنابيب طينية عبر الحوائط والنوافذ. ستة، التصاق الأجولة والزكائب بالأرض في الشوان والمخازن. سبعة، في حالة الأشجار بنشاهد أنفاق وكتل طينية على جذوع الأشجار عشان ده بيبقى عش النمل. تمانية، جفاف المحاصيل في الحقل وموت النبات بأكمله. تعالوا بقى ندرس طرق مكافحة النمل الأبيض، وكل الناس في البيوت معانا وكل المهتمين بصناعة الأخشاب أو مغالق الخشب بيركزوا معانا، لأنه ده هتفيدهم في كيفية مكافحة النمل الأبيض في هذه الأماكن. أنا عندي طرق بقول عليها طرق وقائية وطرق علاجية. أنا علشان أتفادى إنه يحدث عندي إصابة بالنمل الأبيض، أتجنب أي مادة بتحتوي على السليلوز، أزيلها من المنشأة. أول حاجة عندي التخلص من المواد السليلوزية التي سيقام عليها منشأة ما اللي هي العمارة يعني. اتنين، عمل دكة أسمنتية عند إقامة المباني، الدكة الأسمنتية اللي احنا بنقول عليها الحصيرة. تلاتة، معاملة المباني الخرسانية بالمبيدات قبل استكمال البناء. أربعة، عدم التصريح بإقامة المنشأة أو المبنى إلا بعد إجراء عملية مكافحة للنمل الأبيض. خمسة، استخدام مصائد النمل الأبيض. ستة، يجب عمل وقاية للمنشأة الصناعية التي تنتج السليلوز زي مثلا مصانع الورق. الطرق بقى العلاجية، أنا جه خلاص النمل موجود عندي في البيت أو في مصنع الأخشاب أو في الورشة أو أيا كان المكان، أعالج إزاي بقى؟ أول حاجة بستخدم مبيد اسمه الدوروسبان، ده بيكون مستحلب تركيزه 2%، بستخدمه بمعدل 20 سنتي لكل لتر ماء، ممكن استخدمه بالرشاشة اليدوية العادية. اتنين، تكسير الأنابيب الطينية من على الحوائط والأشجار اللي هي عش النمل. تلاتة، استخدام مصيدة بنقول عليها مصيدة السباعي، رقمها 91 لتقييم عملية المكافحة. تعالوا بقى ناخد الوحدة التالتة اللي هو الباب التاني فيها، اللي هو الحشرات الطبية والبيطرية. ركزوا معايا في الحشرات الطبية والبيطرية، لأنه ده يعني كل حشرة هناخدها ده بنقابلها في حياتنا اليومية باستمرار، سواء كانت أنواع البعوض أو أنواع الذباب المختلف. كل دي بتنقل أمراض خطيرة جدا سواء كان للإنسان أو للحيوان أو حتى للنبات. هناخد أول حاجة اللي عندنا اللي هي الذبابة المنزلية. الذبابة من الحشرات خطيرة جدا، بتنقل حوالي 42 مرض. تخيلوا حشرة واحدة تنقل لك 42 مرض، وهي من الحشرات اللي بنقول عليها اللي بيكون عندها إصرار في ملازمة العائل، ومن هنا جه اسمها يا ولاد، هي اسمها ذبابة، يعني كل ما تحصل لها عملية ذب أي هش تؤوب، يعني تعود وترجع تاني، عشان كده سموها ذبابة.
والذباب سريع جدا في التكاثر. لو احنا بدأنا بزوج من الذباب وتركنا له المجال للتكاثر بيديني 50 جيل في السنة، يعني بمعدل جيل كل أسبوع. وبيض الذباب بيفقس بعد 24 ساعة، يعني بعد يوم. خلي بالكو اللي بيحدث أو بيعمل عندي تحلل في الجثث، الدود الناتج ده بتبقى عبارة عن يرقات الذباب. تعالوا ناخد الوضع التقسيمي، اسم الرتبة ذات الجناحين، نوع تطور تطور تام، يعني بيضة يرقة عذراء حشرة كاملة، الطور الدار اليرقة والحشرة الكاملة، نوع أجزاء الفم بتكون قارض في اليرقة ولاعق في الحشرة الكاملة، عدد الجيال، وزي ما أنا قايل لكم من شوية أعزائي الطلبة والطلبات بتبقى 50 جيل في السنة، والعوائل العديد من العوائل سواء كان إنسان أو حيوان أو حتى أشجار. دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض في مجموعات على روس الماشية والقمامة وأي مادة عضوية متحللة، وبتضع ما يبلغ من 4200 بيضة. بيفقس البيض إلى يرقات بعد 24 ساعة، بتنسلخ مرتين تتحول إلى عذراء ثم حشرة كاملة تعيد دورة الحياة. طبعا جايب لكم الصورة هنا، ادي الحشرة الكاملة بتضع البيض، البيض بيفقس إلى يرقات، واليرقات بتتحول إلى عذراء ثم حشرة كاملة. الأمراض التي تنقلها الذبابة المنزلية للإنسان، أنا قلت لكم بتنقل أكتر من 42 مرض للإنسان. دوسنتاريا البكتيرية، الرمد، الطاعون الدملي، القرمزية، السيلان، التسمم الدموي، الإسهال الصيفي، الجذام، التراكوما، كل دي أمراض بتنقلها الذبابة المنزلية. اتنين، ممكن ان هي تنقل نقل ميكانيكي لكثير من الطفيليات زي الاسكارس او الديدان الحلقية. تعالوا ناخد اعزائي الطلبة والطالبات طرق المكافحة المختلفة للاطوار الغير كاملة في روث المواشي اللي هي طور اليرقات او البيض او العذراء. اول حاجة عندي طرق وقائية، بمنع وصول الذبابة الى الروث ولوضع البيض، وذلك بعمل أرضية الحظار من الأسمنت. اتنين، تغطية الروث بالطين أو يوضع في حفر مبنية من الطوب أو الأسمنت، اللي هو عملية الكمر يعني. تلاتة، تغطية الروث بالجير المطفي أو الشبة. هناخد المكافحة المتكاملة للذبابة المنزلية. هناخد بقى المكافحة الأطوار الغير كاملة بالقمامة. أول حاجة أعمل إيه؟ وضع القمامة في أوعية ذات غطاء محكم اللي هي سلة القمامة. اتنين، عدم إلقاء القمامة في الشوارع، طبعا ده ما بيحصلش. تلاتة، عدم التخلص من القمامة في مقالب مفتوحة. أربعة، تدوير القمامة في مصانع خاصة، وده طبعا المصنع تدوير القمامة، في ناس دلوقتي عندها مصانع لتدوير القمامة وبتدر عليها مبالغ طائلة من جراء هذا العمل، وهو عمل شريف وعمل منتج وبيحقق أرباح كبيرة جدا، سواء كانت أرباح على العمال أو على صاحب المصنع، وأيضا بيتخلص من القمامة الموجودة في الشوارع، بحافظ على النظام البيئي من التلوث وتقليل نسبة انتشار الأمراض المختلفة. أربعة، تدوير القمامة في مصانع خاصة. خمسة، معاملة القمامة بالجير الحي أو البوركس لمنع تكوين جيل جديد من الذباب في هذه القمامة. تعالوا بقى ناخد تاني حشرة من الآفات الطبية والبيطرية، اللي هو البعوض الحقيقي أو بعوضة الكيولكس. أنا قلت لكم قبل كده إنه رتبة ذات الجناحين، ركزوا بقى معايا، كل ده بعيده للمرة يمكن الخامسة أو الستة، بتشمل إيه؟ كل أنواع الذباب ما عدا الذبابة البيضاء، كل أنواع البعوض، كل أنواع الهموش، وناخرات أوراق الفول. يبقى الأربعة دول لو جالك واحد منهم في الامتحان يبقى اسم الرتبة ذات الجناحين ما عدا الذبابة البيضاء. خلي بالكوا دي بتبقى نصفية الأجنحة.
نوع التطور في الرتبة كلها تطور تام، يعني بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة، والطور الدار أنثى البعوضة وليس الذكر، وليست اليرقة وليست العذراء وليس البيض. الطور الدار في البعوض هو الإناث فقط، الإناث دموية بتحصل على الدم وهي الموجودة داخل منازلنا، لا يوجد داخل المنزل سوى الإناث، واللي بيسبب أمراض وبينقل الأمراض للإنسان هي الإناث، واللي بيتغذى على دم الإنسان هي الإناث، ولكن الذكور بتتغذى خارج المنزل على الرحيق. أمال بيحصل بينهم تزاوج إمتى أو التقاء إمتى؟ في وقت الغروب أو في الصباح الباكر تتواجد الذكور عند النوافذ، يتم عملية التلقيح، ثم تدخل الإناث مرة أخرى داخل المنازل. نوع أجزاء الفم ثقب ماس، وعدد الأجيال 50 جيل في السنة، والعوائل العديد من أشجار الفاكهة. دورة الحياة، بتضع الأنثى البيض على هيئة كتل، كل كتلة بيكون فيها 500 بيضة. طب بتحط البيض فين؟ بتضع البيض على سطح الماء، وبتنقل الحشرة مرض خطير جدا اللي احنا بنقوله عليه مرض الفيل. بعوضة الأنوفيلس دي بتنقل مرض اسمه مرض الملاريا، ومرض الملاريا ده من الأمراض الخطيرة جدا يا أولاد، اللي بتبقى موجودة في المناطق المدارية، أو بنقول عليها المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية. مرض الملاريا يعني في جمهورية مصر العربية يكاد يكون تم السيطرة عليه بشكل كبير جدا، وبنوجه التحية والشكر لفرق الملاريا الموجودة في الإدارات الصحية وفي مديريات الصحة المختلفة، لأنه لهم دور كبير جدا في السيطرة على بؤر الملاريا اللي موجودة. والمرض ده يعني بديكوا فكرة بسيطة عنه، ان هو اعراضه بتكون عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة وعرق غزير ورعشة. الرعشة دي طبعا على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، بس بيحتاج المريض ان هو حد يغطيه لانه بيحس برعشة باستمرار. والملاريا بتبقى في صورة نوبات، يعني بتيجي كل يومين 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 على مدى 6 ايام مختلفة، وده من الأمراض اللي كانت بتؤدي إلى وفيات كثيرة جدا في المناطق المختلفة. مرض الملاريا بتنقله أنثى بعوضة الأنوفيلس، وده ناتج عن طفيل بلازموديوم الملاريا. البعوضة الفرعونية بتنقل مرض الملاريا أيضا، وفي بعوضة تانية اسمها بعوضة الإيدز. البعوض الحقيقي بينقل أمراض، لتنقل حيوانات أولية زي بلازموديوم الملاريا أو ديدان الفيلاريا أو فيروسات الحمى الصفراء وحمى الدنج ومرض إجهاد المخ وغيرها. هناخد آخر حاجة في حلقة النهاردة، اللي هي المكافحة المتكاملة لكافة أنواع البعوض. هناخد مكافحة بيض ويرقات البعوض، رش سطح المياه بالكيروسين أو السولار أو الزيوت المعدنية. ليه؟ لانه ده بيعمل فيلم او غشاء بيمنع وصول الاكسجين. ده سؤال ممكن تتعرض له في الامتحان، الى يرقات وحشرات البعوض فتموت بالاختناق. استخدام مكافحة الحشرات الكاملة الموجودة خارج المنازل والاماكن المغلقة باستخدام اجهزة بنقول عليها اجهزة التيفا، وهي عبارة عن اجهزة بتستخدم السولار المخلوط باحد المبيدات الفسفورية، وبيتم حرق السولار في جهاز التيفا حرقا غير كامل، وبيفضل إجراء الرش لمقاومة البعوض قبل الغروب أو بعد الشروق، لأن دي أوقات تجمع الذكور والإناث للتزاوج. أيضا ممكن أستخدم الطائرات في المكافحة. مكافحة الحشرات الكاملة الموجودة داخل بقى المنازل والأماكن المغلقة، استخدام أجهزة صعق البعوض الكهربائية، دي موجودة في كل المنازل. 2، استخدام أجهزة بتصدر موجات فوق صوتية، ودي حتى موجودة في الموبايلات الذكية اللي هي السمارت فون. واستخدام أجهزة لرش الفيروس الرداد باستمرار، واستخدام المبيدات المنزلية أو الأيروسولات، واستخدام أقراص تسمم محتوياتها بارتفاع درجة الحرارة، واستخدام المواد الطاردة زي أشجار أو زراعة أشجار النيم اللي بتطرد البعوض. هناخد بعد كده، يبقى احنا في حلقة النهاردة درسنا أهم الأشجار، أهم الآفات اللي بتصيب الأشجار الخشبية.
خدنا ساقبة الأفرع وخنافس القلف وحفارات ساق الأشجار المختلفة، درسناها من حيث الوضع التقسيمي وأيضا دورات الحياة ومظاهر الإصابة والضرر، وخدنا الطرق العامة لمكافحة ناخرات الأخشاب، وبعد كده خدنا النمل الأبيض وخدنا الوضع التقسيمي للنمل الأبيض، وعرفنا مميزات العامة لطائفة النمل وأنواع النمل على حسب طريقة المعيشة أو مكان المعيشة، قسمناهم لخمس أنواع، وخدنا دورة الحياة وأعراض الإصابة بالنمل الأبيض وطرق المكافحة العامة للنمل الأبيض. وبعد كده تناولنا دراسة الحشرات الطبية والبيطرية، خدنا منها الذبابة المنزلية، الوضع التقسيمي ودورة الحياة وأعراض الإصابة والأمراض اللي بتنقلها وطرق المكافحة والعلاج، وخدنا أنواع البعوض المختلفة والأمراض اللي بتنقلها وطرق المكافحة، سواء كانت مكافحة داخل المنازل أو مكافحة خارج المنازل، سواء برضو كانت مكافحة لأطوار يرقية أو للحشرات الكاملة. اسمحوا لي أعزائي الطلبة والطالبات قبل ما أنهي حلقة اليوم أني أشكر بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي جميع العاملين في كرو برنامج في بيتنا مدرسة، سواء فريق الإعداد أو فريق الإخراج أو فريق التصوير أو كل القائمين في العمل في البرنامج. حقيقي خلية نحل لا تكل ولا تمل، يعملون بدأب لوصول الخدمة التعليمية في أفضل صورة وعلى أكمل وجه لأعزائنا الطلبة والطالبات. بنوجه لهم التحية جميعا، وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال، على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. نشكركم ونحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.